عبد الله جابر في التقدم يقابل فريقه السابق عبد الله جابر. خروج احمد شبل، هناك احتكاك والحكم يشير لاحتساب خطا لمصلحه الحارس احمد شبل. وهي كره بينيه نحو الجهات اليمنى لكن الكره طارت على اللاعب. هذه محاوله خلدون يمرر كره بينيا لكن الكره طارت على زيدان، طارت على فادي، استعجل كثيرا خلدون ارسل كره مقوسه عاليه سهله ما بين احضان الحارس احمد شبل. لم يتقدم بان تعطي الخصم الفرصه للتسجيل في مرماك، وليس فقط انك لا تسجل في مرمى الفريق الخصم، ولكن اليوم نعم هذا ما يحصل. طويله راسيه محاوله لكن سهل عند الحارس احمد شبل. الهلال هذه كره بينيه طويله لكن سهله عند الحارس احمد. المباريات التي يخوضها هذه محاوله ارسال كره تصويبه، هذه الكرة وليست كرة عرضية بل تصويب من اللاعب محمد أبو. خروج الحارس أحمد شبل، كرة إلى اللاعب محمود ضيف الله، هذه كرة عرضية استقبال دبل كيك. الله هذه الإعادة، محمود ضيف الله أرسلها كما أتت، مرت من الجميع، باكورد من اللاعب محمد صالح من قلب الدفاع، كاد أن يفعل ما لم يفعله المهاجمين. الله يا ولد. إلى نمير آغا، الكرة خطيرة لكن لا تصل خلدون بل وصلت عند اللاعب والحارس أحمد شبل الذي يرسلها طويلة باليد. الله على الكرة البينية نحو فادي زيدان، فادي يتقدم، هذا الثاني. أوه. لكن كرة فادي زيدان وتصدي من أحمد شبل، وهنا التمرية التي كانت كإنفراد ممتاز، لاحظ عرض تمرية خلدون وتصويبة فادي زيدان، كان راس راسها، كان سيئا للغاية للعديد من المباريات. الأهلي يلعب أفضل مباراة له في هذا الموسم حتى الآن، الكرات ملعوبة عند فريق الهلال، آخر اللحظات، آخر الكرات، هل يقلص النتيجة؟